السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة مع بعض هنشرح شاشتين عرض، شاشة بعد ما المبنى بتكون الجدار ما يكون مبني وناشف إزاي بتقدر ترسمها على الجدار وبتشتغل عليه، وشاشة تانية طبعا أنت واخد الجدار من أوله وبتقدر تفصلها في الجدار نفسه بناء على طلب كتير من المشتركين عندي. الهدف من الفيديو يا جماعة اللي أنا عاوزك تستفاد من الفيديو، زي ما أنا بخش واتفرج على ناس كتير وحابب ان انا استفاد منهم، انا حابب برضو انك انت لو شفت حاجه انك تستفاد منها، وانا تحت امركم في اي حاجه. في اخ كريم اتواصل معايا وحابب يعمل ارج اللي هو شق القمر اللي هو صورته ظهر لكم دلوقتي على جنب الشاشه، طبعا انا منفذ الارج ده وهسيب لكم اللينك في اسفل الفيديو. طبعا الراجل بعد ما كلمني وبدانا اديله الاساسيات بتاعه الارج بدا ينفذه ومبسوط جدا قسما بالله، يعني الواحد ان في حد استفاد من الفيديو وقدر ان هو ينفذه. طبعا هنزل لكم الصوره وابعتها لي اهيت زي ما انتم شايفينها كده ان هو نفذ ايه الارج زي ما انتم شايفين. فانا عاوزك ان انت تستفاد، هنشوف الشاشتين مع بعض، وبرضو لو انت يعني متمكن وتقدر تعمل الحاجات دي يا ريت تشارك الفيديو على اوسع نطاق، عشان ان ما كنتش انت ما استفدتش من حاجه من الفيديو غيرك يستفاد، يعني احنا عاوزين اكتر كم من يستفاد من المعلومه. تمام، اشكركم على مشاهده الفيديو، يا رب تكون مشاهده ممتعه لكم، وهسيبكم مع الشرح وشكرا لكم، ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوف قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب مره تانية. الاول احنا شغالين في الشاشه اهيت، الشاشه ديت انا راسمها على الجنب. طبعا انت لما اي شاشه تحب تختارها ترسمها عادي على الجنب، بتتخيلها وبترسمها قدامك، بتشوف منظرها معمول بازاي بالجبس وتبدا ترسم، الموضوع يبقى قدامك سهل خالص. انا خدت زي ما انت شايف كتف تلتانات كبير، وبعدين واخد الجدار على نص طوب عادي جنب الجدار، هو ماشي على الرسم. الرسمه اللي على الشمال زي ما انت شايف الجدار اللي هناك ده جدار سلم وبنيه على طوبه، بادئ عامل ان الاول سطر بارز عشان لما تتغفق تديني منظر الجبس. تمام، لما عشان لما تتغفق تديني منظر الجبس. طبعا عمل السطر اللي تحت ده بارز اهوت، سطر على سيفه عادي ما فيهوش اي حاجه. تمام، مع بعض خالص هنشوف الرسمه واحده واحده. الاول انا شغال على الرسمه اللي على اليمين زي ما انت شايف اهوت، بدات عملت سطر على سيفه برضو تلتانات مساوي، ده هيبقى تحت الشاشه العرض، تحط عليه ريموت، تحط عليه مش عارف انتيكات حاجات من دي، يبدا يظبط معاك ايه الدنيا. هنا ببدا اللي انا ايه اخد جنب الجدار على طول، يجي معايا تلتين كبير على حسب اللف، يجي معايا ربع، يجي زي ما يجي معاك هتمشي معاه. الرسمه اللي على اليمين دي بتبدا تحط خراطيم الكهرباء معاك عشان التكسير فيها ايه تبقى ضعيفه فتكسيرها يبقى صعب، اما اللي على الشمال عادي انت حتى لو مركبتش فيها سبوتات كهرباء فما فيش مشكله، لان هي ايه ده ماشيه في الجدار وفي العمليه هي متينه شويه عندي. فالوقت احنا بنوصل الكهرباء اهيت، تمام، وصل كهربتك وشغال، بتفضل ماشي على الرسمه زي ما انا قلت لحضراتكم. في الرسمه الثانيه بدات اعمل ايه، هنا رف طويل وعملت دايره زي ما انتم شايفين دي، الدايره ديت بتجيب عصايه وتتخيل الدايره ديت كلها متر ونص، نص القطر بتاعها 75 سم. تمام، وبتحط العصايه معاك كده في جنب الجدار من ورا، وبتبدا شدد خيطك وتمشي عليها خالص وما فيهوش اي حاجه زي ما انت شايف كده اهو. هنا في الرسمه دي اهو انت زي ما انت شايف الشغل ما فيهوش اي حاجه، رسم الرسمه على الحيطه وبمشي عليها، وهناك انا ماشي على خيط. تمام، وعلى حسب اي رسمه انت بتختارها بتلاقي الموضوع سهل قدامك وبسيط وما فيهوش اي حاجه. الموضوع كله يا جماعه احنا عاوزين نستفاد ونتعلم من بعض، ولو في اي حاجه يا ريت تسيبها لي وتقول لي ايه انا ما فهمتهاش او ما وصلتنيش، انا تحت امرك في اي حاجه. تمام، زي ما انت شايف اهوت انا عملت الاكتاف دي ومركب برضو لسباط الكهرباء زي ما انت شايف اهو تحت، عشان انا بتكلم نوعا عشان التقسيط، بتفحر زي ما انت شايف كده اهوت من تحت سطر عشان تطلع عليه سطرين وتحط في وسطهم اللي بتكسر الطوبه ربعين كده، ونحط في وسطهم الاسبوت زي ما انت شايفه طالع منهم خرطوم الكهرباء، وبعدين بيجي على كاميرا الصب مبقاش فيها اي حاجه. تمام، زي ما انت شايف الشغل قدامك ما فيهوش اي حاجه. والله يا جماعه انا عاوزك تستفاد بقدر الاستطاعه زي ما انا حكيت لكم في اول الفيديو، اي واحد بيشوف الحاجه دي بيبدا يتعلم، زي ما انا بخش على الحاجات دي واتعلم من ناس كتير. تمام، زي ما انت شايف فينش بتاع الشاشه الاولانيه والتانية اهيت، زي ما انت شايف عامل فيها 3 ترفف وعامل دايره كبيره، دي دايره ودي شكل ودي شكل. وما تنساش لو انت اول مره بتشوف قناتي يا ريت تعمل لنا لايك واشتراك في القناه. السطر اللي فوق اللي انا هجيبه اللي على سيفه ده بيبقى قصير شويه، يعني في الرسمه اللي على الشمال هيبقى يعني ايه جاي في نص الكوره وبيوقف، اما من تحت السطر الاولاني فهو جاي معدي الكوره كلها. تمام، تخلص السطر اللي على سيفه خالص زي ما انت شايف. طبعا في الرسمه التانية ظبطت الكهرباء وكهربتك واصله دنيتك، تمام مفيش اي حاجه.
هنا اهو. طبعا الوقت انا عاملها بارزه زي ما انت شايف كده، مش متفحره جوه الجدار، لهدف ان ديت لما تتغفى اكنها معموله معلقه بالجبس بالظبط، يعني لما تتغفى هتديك اكنها ايه الرسمه بارزه بارزه عن الجدار، تمام؟ فهتديك ان هي معموله بالجبس فعلا بعد ما ايه ما تتمحر اهو. ده الفينش بتاعها اهو، زي ما انت شايف السطر الاولاني إيه معدي شويه، واللي فوق جاي في النص، وعامل فيها ايه زي نظام ايه 3 ركبه في النص، وركبه تحت وركبه فوق، وانت شايف الفينش هنا والفينش هنا. ويا رب الفيديو يعجبكم، اتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، والله انا مقصر الفيديو على قد ما اقدر، تمام؟ وتكون استفدت، ويا ريت تشارك الفيديو على اوسع نطاق عشان كله يستفاد من الفيديو، وكل اللي مش عارف حاجه يقدر يعرفها، واحنا بنساعد بعض. شكرا لكم، ولا تنسوا ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.